إذا مفكر أنك تبيع صورك على شاترستوك أو أنت أصلاً عم تبيع صورك على شاترستوك، فهذا أهم فيديو لازم تشوفه وللآخر. خليكن معي. مرحبا، يسعد لي اوقاتكم. انا علي من قناه زوم لينز. اذا اول مره بتشوف القناه، هي القناه هي مختصه بالتصوير وتعليم تصوير بالجوال والفيديو واي الشغلات اللطيفه. اذا حابب توصلك اخر الفيديوهات اللي عم بعملها بشكل اسبوعي، ما تنسى انك تشترك بالقناه وتضغط على زر الجرس حتى تتاكد انه توصل، انه يوصلك اشعار باخر فيديو انا عملته. يعني بصراحة إجاني من يومين أو ثلاثة أيام إيميل ساعق، أوكي، بريد يعني بصراحة مفاجئ جدا، أو يعني إيميل مفاجئ جدا، بأنه سياسة الشاترستوك بيع الصور والفيديو على شاترستوك تغيرت بشكل يعني تقريبا جذري. يعني ممكن تقولوا هل هذا الشيء سلبي؟ هلا طبعا إله يعني الجواب في إله شقين، سلبي ويعني ثلاثة أرباعه سلبي وشوي إيجابي. هلأ تغيرت سياسة بيع الصور، يعني كانوا هن متبعين أنه أنت لما أول ما تبدأ 25 سنت على كل يعني كان على كل تحميلة أو كل بيعة صورة. إذا هذا الشخص يعني اللي عم يشتري هو مشترك بالشاترستوك بشكل شهري، أو أنه بيسموها اللي هو إذا الشخص ما له مشترك بالشاترستوك يعني بيسموها on demand، بتاخد $1.88. اوكي، لما تزيد يعني انت لما تطلع اكثر من $500 بيرتفع عندك من 25 سنت ل 0.33 سنت بالشهر على كل تحميلة صورة، و $2.48 اللي هو اذا كان الشخص ما له مشترك بشاترستوك. إذا زاد دخلك عن $10,000 يعني الكلي، بتصير تاخذ على كل تحميلة 38 سنت. هلأ شو اللي تغير؟ اللي تغير كتير. هلأ حاليا طبعا أنا رح ترجم لكم بالضبط الإيميل اللي أنا وصلني كيف هو وصلني، ورح ترجم لكم يعني بالعربي من شان أنه، ورح حط طبعا المصدر بقسم الوصف تحت بالفيديو مشان كمان اللي يعني بيعرف منيح إنجليزي كمان يقرأوا باللغة الإنجليزية. هلأ صار في بالشاترستوك عندك يعني ليفلز أو مستويات، من ليفل واحد يعني المستوى الواحد لمستوى رقم 6، تمام؟ يعني السياسة الجديدة بكل اختصار، بيع أكثر بتحصل أكثر، بيع أقل بتحصل أقل، يعني هاي المختصر. من لما توصل يعني أنت من صورة لمئة صورة بالسنة، فبيطلع لك 15% من الربح، تمام؟ 15%. لما المستوى الثاني، لما تصير انت صورك يعني لما الناس تشتري او يعني لما ينباع من صورك من 101 ل 250 صوره، يعني انت اذا بايع بالسنه من 100 صوره ل 250 صوره راح تاخذ انت النسبه اللي هي 20%. المستوى الثالث من 251 صوره ل 500 صوره اذا انت بايع، راح تصير تاخذ نسبه 25%. إذا أنت بي 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 بالمستوى الرابع، معناته أنت لازم تكون عم تبيع من 500 صورة ل 2500 صورة بالسنة 30% بتاخذ النسبة. أما المستوى الخامس فهو أنت لازم تكون بايع من 2500 صورة ل 25000 صورة، فأنت بتاخذ 35%. ليفل رقم 6 فوق ال 25000 صورة فبالسنة يعني تاخذ النسبة هي 40%، تمام؟ يعني هذا الحكي انه انت راح يشيلوا شيء اسمه انه انت راح تبدا معهم ب 25 سنت او 0.25 دولار، لا، راح يصير الموضوع تقريبا راح تبدا معهم ب 10 سنت، يعني 0.10 سنت بدل من 0.25، يعني اقل من النص. ربحك راح يقل اقل من النص، تخيل. والمصيبه الكبرى طبعا انا جايكم، الكارثه الكبرى انا بشوفها يعني شغله مش كويسه ابدا، انه انت مثلا نحن بال 2020 لنهايه ال 2020 انت وصلت للمستوى 6 او 5 اللي نفرض، لما تبدا بالسنه الجديده 2021
راح يرجعوا يعملوا لك ريستارت من أول وجديد، يعني راح تبدأ معهم مرة تانية من المستوى رقم واحد لنهاية السنة. إذا وصلت للمستوى خمسة السنة اللي بعدها كمان راح يرجعوا يعملوا لك من أول وجديد. يعني هذا الحكي معناته شو؟ إنه أنت يعني راح تكون مرابحك يمكن أول ست شهور من كل سنة بالأرض، وبعدين ممكن تصير تربح ماشي الحال. يمكن كتير ممكن يسألني هل أنت اتأثرت مبيعاتك بشهر واحد؟ نعم، لأني أنا دخلت على لأني دخلت على حسابي اليوم بالشتر ستوك، وبصراحة كانت يعني كانت مفاجأة كبيرة إنه اللي لقيته أنا هلأ أفرجيكم. شايفين هلأ بواحد ستة قديش أنا مطلع؟ دولار وخمسين سنت بواحد واحد. اثنين ستة اللي هو اليوم أنا بايع ست صور ومطلع 0.80 سنت. يعني اليوم اللي قبله أنا بايع أربع صور يعني أقل صور ومطلع 51 دولار، أنا اليوم مطلع اليوم بايع ست صور ومطلع بس فقط 0.80 سنت. يعني بالفعل مثل ما هم حاكين، فأنا عاطيني اللي هو فقط 0.10 سنت، مع أنه أنا حاطيني بالمستوى الرابع تمام، ويعني أنا عم بيعطوني 0.10 سنت اللي هو أقل يعني نسبة أو أقل كوميشن، ليش ما بعرف يعني. فيمكن هاي بداية النهاية لمواضيع اللي هي متعلقة ببيع الصور، ما بعرف. أعطوني رأيكم بقسم التعليقات تحت، شو رأيكم بهالسياسة هاي الجديدة؟ وفي عندكم أي سؤال على هذا الموضوع، استفسار؟ أكيد كلكم إجاكم يعني إجاكم إيميل بخصوص هذا الموضوع. فأنا حبيت أشرح الموضوع يعني بشكل مختصر، إن شاء الله أكون وصلت الفكرة بشكل صحيح يعني. وبرجع عم بقول لكم راح أحط لكم رابط يعني شرح هذا اللي أنا حكيته لكن باللغة الإنجليزية بالتفصيل، إذا حابين أنت يعني تقرأوا بالتفصيل باللغة الإنجليزية. وهلأ راح أقول لكم تصبحوا على خير، سلام.